اختر لغتك. اكتب اسمك. مرحبا بك. اختر الدرس. السفر والرحلات. ثاء طاء طارق يسافر في القطار. مرحبا بك. هنا نتعرف معا على حرف الطاء. أتابع. ألو خالي، سأركب القطار بعد ساعة. مرحبا بك يا طارق، سأترقبك وسط المحطة. استمع جيدا. قطار، محطة، حافلة. استمع جيدا. طائرة، مطار، طبل. استمع جيدا. طاولة، خطاف، بطيخ. أربط الكلمة بالرسم. خطاف، بطة، قط. جيد جدا. أربط الكلمة بالرسم. طائرة، قطار، دراجة. جيد جدا. أقرأ وأنتبه. وجد طارق خاله عبد اللطيف وسط المحطة. أعيد ترتيب الكلمات التالية. جيد جدا. اضغط على الكلمة كلما سمعت صوت الطاء. وجد طارق خاله عبد اللطيف وسط المحطة. طارق، اللطيف، المحطة. لا لا، أعدها من جديد. طارق، اللطيف، وسط، المحطة. حسن. طارق، طا، اللطيف، طي، وسط، طا، المحطة. حط. ألاحظ وأكتب. طو، طو، أقرأ. ط، ت، طي، طن، طن، طا. أقرأ. رط، غطى،
محط، مطار، مطر، خطوط. أقرأ. طلب الشرطي من أبي رخصة السياقة. أكون كلمات. الطعام، المطار، الخطوط. لا لا، أعدها من جديد. جيد جدا. أكمل. الشرطي، السائقة، طلب، رخصة. جيد جدا. أستمع وأشكل بما يناسب. يجلس على بساط. تلبس فستانا طويلا. جيد جدا. أكون جملة. قطارا، فاطمة، سريعا، ركبت. جيد جدا. أسمع وأعيد.
ركبت البنت جواداً. ركبنا حافلة. ركب طارق القطار. أخي يركب دراجة. ركبت البنت جواداً. ركبنا حافلة. ركب طارق القطار. أخي يركب دراجة. أعبر. طارق يسافر في القطار. أفهم وأكتشف. ألو خالي، سأركب القطار بعد ساعة. مرحبا بك يا طارق، سأترقبك وسط المحطة. القطار. طارق. وسط. المحطة. حط. طن. طن. أقرأ. طي. طن. طن. طا. رط. غطى. قط. مطار. مطر. خطوط. طلب الشرطي من أبي رخصة السياقة. أنمي لغتي. قطار. محطة. حافلة. ألاحظ وأعبر. ركب طارق قطاراً. ركب أحمد. ركبت. اختر الدرس.